هل ثبت حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين حتى بدا وجهه كحبة الرمان لأن الصحابة تكلموا في القدر؟ الذي ثبت في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتجادلون في بعض آيات القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم وكأن حب الرمان يتفقأ في وجهه: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ألا تكونون مثل هذا؟ وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص.